مساء الخير. لقاء القمة بين ترامب وكيم جونغ أون، هناك 4 مواعيد للقاء وخمسة أماكن محتملة لعقده وفق ما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. باريس تتعرف على ممولين صغار لداعش بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية التي تحدثت عن 416 شخصا شاركوا بتمويل صغير للإرهاب عبر مبالغ زهيدة لكنها كثيرة. العراق مستمر بضرب داعش في سوريا وفق ما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقال إن الطائرات العراقية ستواصل ضرب داعش في سوريا لمنع امتداده إلى العراق. اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا بحثاً عن حلول لأزمة سوريا، منها الانتقال السياسي. والحكومة الفرنسية تستثني إيران من حضور الاجتماع باعتبارها شريكاً غير سهل.